طيب نتكلم في الموضوع بقى سهل جدا جدا، مش هياخد مننا اكتر من نص ساعه كتير قوي او تلت ساعه، اللي هو ازاي ان انا اعمل عمليه اركايفنج كومبريشن للملفات عندي في اللينكس، وازاي ان انا انقل الملفات اللي هي معموله اركايفنج او كومبريشن ليها ما بين جهاز وجهاز تاني اوفر نتورك عن طريق الكوماند لاين. خلاص كده يا شباب؟ قبل ما نتكلم عن الاركايفنج او ازاي نعمل اركايفنج وكومبريشن، ايه الفرق بين الاركايف والكومبريشن؟ تعرف الفرق بين الاركايف والكومبريشن؟ حتى عارف اي حاجه زي الباك اب مثلا؟ بالايه؟ باك اب مثلا او مساحه فايت تعمل بالاي اف ده اللي هو ايه الاركايف ولا الاركايف؟ الاركايف تمام. جهاز اركايف للميز تمام. طيب بص يا شباب، الاركايف ده هو عباره عن فايل بجمع فيه كل الملفات بتاعتي عشان بقفل عليها وبقفل عليها اللي هو بحطها في فايل واحد، يبقى انا بجمع كل الملفات بتاعتي في وان فايل تمام. وده عادة بيستخدم في الباك اب، عادة بيستخدم في الباك اب ان انا باخد كل الملفات بتاعتي كل الكونفيجريشن بتاعتي كل الداتا بتاعتي بحطها في ملف واحد عشان اقفل عليها. طب ليه؟ عشان احافظ على الداتا، عشان احافظ على الكونتنت، عشان احافظ على البرميشن بتاعه الملفات ديت، علشان لو رجعتها تاني تفضل بنفس البرميشن. طيب ده بالنسبه لي الاركايف فايل. الاركايفنج هو اللي بيساوي الباك اب في اللينكس. تمام؟ والفكره كلها ان انا باخد الملفات كلها بحطها في ملف واحد عشان احافظ عليها. طيب الكومبريشن بقى بيعمل ايه؟ بياخد الملف الاركايف دوت بيابلاي عليه الجوريزم معين بيقلل من المساحه بتاعته فقط لا غير. خلاص كده يا شباب؟ يبقى الاركايف هو عباره عن ملف واحد مجمع لكل الملفات بتاعتي تمام؟ علشان عشان اخد منها باك اب، علشان اسهل عمليه الترانسفير بتاعتهم، او علشان اسهل عليا ان لو ملف ضاع مني ولا حاجه اقدر ارجعه. واحافظ على البرميشن، دي اهم حاجه كمان. ده بالنسبه للاركايف، ما بيغيرش حاجه في الداتا، سوري ما بيغيرش حاجه في الـ في الـ في, الـ في المساحه. المساحه بتفضل تقريبا زي ما انا عندي 10 فايلات. هم اخدت 10 ملفات حطيتهم في فايل واحد. زي بالظبط كده انت جايب كيلو ايه؟ برتقال. تمام؟ فالبرتقال عندك مثلا كتير قوي مرمي قدامك، انت كل اللي انت عملته ايه؟ عشان تحافظ عليه رحت حطيته في كيس واحد. او حطيته في كرتونه، او حطيته في حاجه واحده، ليه؟ عشان تجمع كل الحاجات، يعني كل البرتقالات ديت في ايه؟ في مكان واحد. خلاص؟ الكومبريشن ده بتعمل ايه؟ بتيجي على الكيس الواحد ده بتعصره. حولت البرتقاله بعد ما شكلها الطبيعي لحاجه ثانيه خالص. خلاص كده يا نشمه؟ ايه يا نشمه انت ايه؟ ضعت خالص كده؟ لا مش عايز انام. مش عايز انام؟ خالص. هو انت كنت بتنامي؟ لا خالص. انا ماشي. طيب جميل جدا. يبقى الاركايف ده يا شباب هو ملف واحد بجمع فيه كل الملفات بتاعتي علشان اسهل عليا عمليه الترانسفير او احافظ على الملفات في صوره باك اب. الكومبريشن هو الجوريزم معين بيترن على الاركايف فايل علشان يقلل المساحه بتاعته. خلاص؟ طب الكلام ده بيتم ازاي؟ في اللينكس الموضوع سهل جدا، في عندي امر جميل قوي اسمه تور. تمام؟ يبقى انا عايز اعمل اركايفنج. في عندي امر جميل جدا شاب اسمه ايه؟ اسمه تور. الامر ده بقدر اركايف بيه واقدر اكمبريس بيه. طيب لو عايز استخدم عمليه الاركايفنج فانا اقول له كده تور، وبعد كده معاه الاوبشن اللي هو اسمه سي. وسي ده علشان اكريت اركايف فايل. خلاص؟ بعد كده لو انا عايز اشوف اللي بيحصل فانا بستخدم معاه الاوبشن اللي هو اسمه في، وفي ده علشان بيربوس. اشوف اللي بيحصل قدامي زي نظام بروجريس بار كده اللي بيحصل قدامي. تمام؟ وفي اوبشن معايا بقى ثابت اسمه الاف، والاف ده علشان اسبيسيفاي الفايل نيم. لا اف سمول، كله سمول. خلاص؟ طيب الاف ده علشان احدد انا طبعا عشان قلنا ايه؟ الاركايف هو ملف واحد مجمع للملفات الكتير بتاعتي صح؟ طب الملفات الكتير بتاعتي موجوده، الملف الواحد ده هو لسه مش موجود، لازم اكريته صح؟ ولازم اديله اسم صح كده؟ اللي بيكريته حرف السي، واللي بيديله اسم حرف الاف، يبقى الاف بيحط نيم والسي بيكريت الفايل نفسه. طيب المفروض الخطوه اللي بعد كده بتسمي الفايل بتاعك بقى بتقول له الاركايف مين بتاعك. تمام؟ بس احنا عندنا اكستنشن ثابت للملفات اللي هي الاركايف اللي يكون اخرها دكتور. خلاص
خلاص كده شغال. يبقى انت علشان تكريت اركايف فايل يمينك كل انت تقوله كده طار بعد كده سي في اف بعد كده تحدد اسم الفايل بتاعك اللي انت عايز تسميه ايا كان بس اخده طار. ليه؟ الفي علشان اشوف اللي بيحصل فيربوس. خلاص؟ الاف علشان احط النيم دوت. يعني ايه اشوف اللي بيحصل؟ اه زي البروجرس مثلا لو اضيف 50 فايل فانا عايز اعرف ايه الفايلات اللي خلاص تمت تمت الباكج بتاعها تم او ضافت جوه الفايل دوت. خلاص؟ طيب بعد كده في الاخر بقى المفروض هنا الفايلز بتاعتك. خلاص؟ بيعمل ايه الكوماندات؟ بيروح يكريت اركايف فايل بالاسم ده وياخد كل الملفات دي يضيفها هنا. خلاص كده يا شباب؟ ده السنتكس ايه؟ السنتكس بتاعه. طيب لو جينا نستخدمه كده في السيستم عندي نيجي نشوف الراجل ده بيشتغل ازاي. لو انا جيت كده ال اس ماشي ما عنديش اي ملفات حلو قوي انا هستخدم الامر اللي اسمه طار. تمام؟ واقول له يا طار انا عايز اكريت اركايف فايل وعايز اشوف اللي بيحصل وعايز ادي لك اسم. طب الاسم بتاعي ايه؟ هسميه مثلا اركايف نيم اي اسم براحتك بقى مثلا اركايف نيم دوت طار. طيب الاركايف نيم دوت طار ده اللي هو الفايل ده هتحط فيه مين؟ قال لك مثلا احط فيه اقول له كده ضيف لي الاي تي سي. خلاص؟ تمام كده يا شباب؟ هقول له مثلا انتر. الراجل ده شغال مع نفسه بيعمل ايه زي ما انتم شايفين كده بيعمل عمليه ايه الاركايفنج زي ما انتم شايفين كده. خلاص بعد ما خلص رجع معايا. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال هلاقي في عندي ايه؟ هلاقي في عندي فايل اسمه اركايف نيم دوت طار على حسب الاسم بتاعك دوت. بيبقى في نفس المكان ما دمت اتعملت ما دمت انت ما حددتش قبله حاجه. لكن لو انت عايز تحطه في مكان معين فانت ممكن مثلا تقول له كده ايه؟ تقول له مثلا تحت سلاش تيست لو انا في في عندي تيست كريت لي فايل اسمه اي تي سي مثلا دوت طار. يبقى انا هسمي الاركايف نيم بتاعي هسميه ايه؟ هسميه اي تي سي دوت طار بس هيكون تحت المكان ده. لو جيت اقول له انتر كده هو شغال مع نفسه. تمام؟ لو جيت اقول له كده ال اس داش ال مش موجود في نفس المكان، لكن لو جيت اقول له ال اس داش ال على الراجل اسمه تيست هلاقيه فين؟ جوه الراجل اللي اسمه تيست. خلاص كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. يبقى على حسب يا شمس اللي هو المسار انت بتختاره، يا اما تقول له مسار معين بالشكل دوت، يا اما تقول له بالشكل ده كده فهيروح يكريته في نفس المكان اللي انت واقف فيه. برافو عليك يا خالد. بتعجبني انت يا خالد قوي، عندك افكار جميله قوي. نفس يعني مثلا في السورس بيبقى لو اتفق الاول يبقى معنى كده ان هو هينقل في اكتر من مكان. لو انا عايز اعمل لا 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 اه لا هنا لا بس لا 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 اه بص كده لو جيت عملت كده انا فاهم قصدك. لو جيت قلت له كده مثلا بعد كده هوم صح كده؟ بعد كده مثلا بوت ايه اللي هيحصل؟ قال لك هياخد الفايل ده والفايل ده والفايل ده يضيفهم جوه الراجل ده. يعني ده الديستنيشن بتاعه. أيوة. ودي كلها السورسات. نفس نظام الكوبي بالظبط. تمام كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. ده لو انا عايز اعمل اركايف فايل. طبعا بصوا كده لو انا بصيت على المساحه بتاعتي لو جيت اقول له كده دي يو داش اس اتش اللي هي دي يو عشان يعرض لي المساحه اللي هو ديسك يوزر داش اس اتش من الفايل اللي هو اسمه اي تي سي الفايل الاساسي. ولو جيت اقول له يا دي يو شوف لي المساحه بتاعت الملف اللي اسمه اركايف نيم دوت طار هلاقي ان تقريبا ليه المساحة كبيرة كده؟ ليه الراجل ده مساحته كبيرة؟ لا 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 المفروض مساحته مرتين هو تقريبا عشان هتعمل مرتين عشان انا ضفت فيه حاجات كتير. لا 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 ال اس داش ال اتش استنى انا عارف انا عارف الفكرة في ايه هي مساحة 30 ميجا. تمام؟ لو انا عايز اجيب مساحة ملف فايل واحد ال اس داش ال اتش كده ال اس داش ال اتش والفايل نفسه. تمام؟ بيجيب لي المساحه. لو عايز اجيب مساحه دايركتري دي يو داش اس اتش والدايركتري نفسه. خلاص كده يا شباب؟ وهنصبر بس خمس دقائق ولما اجي اقول له كده دي يو داش اس اتش الاركايف نيم هلاقي ملف المساحه رجعت تاني لاصلها اللي هي 30 ميجا. هو ليه؟ هو الراجل ده كل الفكره بتاعته ان هو بياخد وقت على ما يابلاي الالجوريزم نفسه.
تمام. ليه؟ لانه اخد الملفات وبيجمعها بطريقه معينه، فالالجوريثم لسه شغال في الباك جراوند خلاص عشان يظبط المساحه. بعد 5 دقايق بالظبط هتلاقي المساحه دي رجعت لاصلها تاني، يعني اتظبطت لوحدها خلاص، بقت هي نفس المساحه اللي هي 30 ميجا دي. لكن مبدئيا دلوقتي هنستخدم الامر اللي اسمه ls-h على الفايل نفسه يجيب لي المساحه. لو عايز اجيب الاساس نفسه الدايركت نفسه اللي انا اخدت منه الكونتنت du-sh خلاص. ده كده انا عملت ايه؟ عملت اركايف. ظهرت ايه؟ ظهرت المساحه معاها 30 ميجا. 30 ميجا انا عارف. مفيش مشكله. خلاص؟ هي هنظبط بس عليها زي ما قلت لك، هي يعني 5 دقايق بالظبط هو هيظبط لوحده. بس انت بتعمل ازاي موضوع ان انا اكتب كوماند ومش عايز يتنفس فبعمل جنبه عامل علامه سي؟ كنترول سي، يعني مثلا لو كتبت الكوماند دوت اهوت بدوس له كنترول سي. هي كنترول سي بس كده، هي معناها ما تنفذوش. خلاص؟ طيب ركزوا بقى معايا يا شباب. يبقى دي الفايلات اللي عندي، دي الفايلات اللي عندي. لو احنا ملاحظين، ما حصلش كومبريشن بالمعنى الحرفي، يعني ما حصلش كومبريشن بالمعنى الحرفي اللي هو ايه؟ الملف الاساسي 34 ميجا، الملف الثاني 30 ميجا، اللي هو تقريبا ما فيش، يعني 4 ميجا دي حاجه لا تعد، يعني ما تعدش كومبريشن. الكومبريشن ده يعد امتى؟ لو انا عندي مساحه مثلا 100 ميجا خليتها 50 ميجا، يبقى انا كده قللت حجمها للنص. عندي حاجه مثلا 100 ميجا خليتها لك 10 ميجا، قللتها لك ل 90%، يعني وفرت لك 90% من المساحه. ده اركايف. فما يعني الاركايف هو بيقلل جزء من المساحه، جزء بسيط. يعني عارف عامل زي ايه؟ زي انت عندك مكتب مليان كتب كتير جدا، تيجي تروح تعمل رف كده او مكتبه بسيطه وحطيت فيها الكتب. هي المساحه واحده بس، كل الفكره انت تقريبا يعني بعد ما كان المكتب ده محجوز عليه 10 كتب، تجيت عملت بس مكتبه قد كده اخذت ال 10 كتب لان انت بس رتبتهم. فعمليه الترتيب شالت ايه؟ شالت الموضوع ده. ليه؟ لان احنا الراجل ده فيه ملفات كتيره جدا. ممكن في ملف مثلا يحجز بلوك ونص. انت فاهم ازاي؟ ممكن ملف يحجز بلوك، يعني جزء منه يبقى على بلوك وجزء منه يبقى على بلوك تاني. هو كده هو المفروض بلوك ونص بس هو حاجز البلوكين. خلاص انتهوا. تمام؟ ما اقدرش مع ان نص البلوك فاضي ما اقدرش اضيف فيه حاجه تاني. لكن ده عمل ايه؟ ده اخذ الملفات كلها ورتبها بس على بلوكس. لو كل ملف بقى بلوك بالظبط، ما خلصت على كده. ليه؟ لان هو في الاساس ملف واحد. فحاجز بلوك واحد او بلوكين على حسب، ومحطوط جواه بقى ملفات كتير، على حسب بقى هو بيكستند. لكن في ملف مثلا هو مساحته اخذ بحجز بلوكين. فخلاص البلوكين ايه؟ انتهوا كده. طيب ركزوا معايا يا شباب، ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاركايف. نيجي بقى لو انا عايز اعمل كومبريس للكلام دوت، الكومبريشن هستخدم برضه الامر اللي هو اسمه ايه؟ طار، وهدي له الاوبشن اللي هو سي في وفي الاخر اف. محدش يكتب دلوقتي حاجه. خلاص؟ دلوقتي الكومبريشن احنا قلنا ان في الجوريثم معين هو اللي انت هتستخدمه علشان يضغط الملفات بتاعتك دي، صح؟ في عندي اكتر من الجوريثم، في عندي حاجه اسمها الجان زاي، وفي عندي حاجه اسمها البي زد اي بي 2، وفي عندي حاجه اسمها الاكس زد. دي عباره عن حاجه اسمها كومبريشن ميكانيزم. تمام؟ الميكانيزم اللي انت هتستخدمه علشان تكمبريس بيه. اقواهم اللي هو الاكس زد، والاكس زد بياخد الاوبشن اللي هو حرف الجي كابيتال. تمام؟ والمتوسط بتاعهم اللي هو البي زد اي بي 2 بياخد الاوبشن اللي هو جي سمول، والبي والدان زد ده اللي هو بياخد حرف الزد بس مش قوي قوي. بص هو بيضغط جامد جدا، بس لو احنا قلنا ده انه هيضغط بنسبه 75%، ده هيضغط مثلا ب 80%، ده هيضغط مثلا ب 85%. تمام؟ قوي جدا. يعني الاكس زد ده لو انت عندك حاجه 100 ميجا يحولها لك مثلا 14 ميجا. لو انت لا عندك مثلا حاجه 100 ميجا يحولها لك ل 25 ميجا بس. ده لو انت عندك 100 ميجا يحولها لك ل 30 ميجا 40 ميجا كده. وهنشوفه دلوقتي حالا. هو الفرق بين البي والاكس اللي بي في تلقى الاوبشن بس. خلاص؟ طبعا على حسب اي واحده انت عايز تستخدمها. لا يا محمد هتحط الاوبشن بتاع هنا بس، لو جيت تقول له هنا بس ايه؟ لو جيت قلت له كده سي في زد، ده معناه بتقول انا عايز استخدم الميكانيزم بتاع الجون سايد. لو جيت تقول له كده سي في جي سمول او جي سمول، ده معناه انت بتقول له ايه؟ انا عايز استخدم البي زد اي بي 2. لو جيت قلت له كده جي كابيتال، ده معناه بتقول له انا عايز استخدم الاكس زد. خلاص؟
طيب الترتيب هنا يا شباب في الاوبشن ده مهم جدا. الترتيب في الاوبشن ده مهم جدا ليه؟ لان احنا كنا اخذنا قبل كده ان الترتيب في الاوبشن ملوش اي قيمه، لكن تحديدا في الطار اللي مهم. ليه بقى؟ بص اول ثلاثه برتب فيهم زي ما انت عايز، يعني اقول له كده في سي زد او زد سي في براحتك، بس لازم يكون الاف يا شباب اخر اوبشن عشان هو بيسمي في الاخر. لو انت كتبت كده يا محمد معايا وكتبت له كده سي في اف بعد كده زد، يعني خليت الاوبشن ده بس بدل هنا، هيعتبر المفروض ان احنا اللي بيجي بعد كده مين؟ النيم صح؟ هيعتبر ان النيم بتاعك اسمه ايه؟ زد. اسمه زد. مفهوم الحاجة ده يا شباب؟ اللي ورا الاف بيتعرف ان هو النيم بتاعي. اي نيم. بالظبط. فانت مش هيفهمها انها طريقة بالظبط، مش هيفهمها انها طريقة بالظبط. يبقى انتري فولت عنده لا انت اللي بتحدد. لو انا لا كده هيعتبره اركايفنج. كده سي في اف ارقايف والزد هيعتبر ان هو اسم الملف، يبقى بدل ما كان يسمي لك ملف بالاسم اللي هو زي اللون الاحمر طلع ده كده، لا هيسمي الملف يبقى اسمه زد. يبقى عشان كده بنخلي دايما الاوبشنز تكون قبل الاف. خلاص كده يا شباب؟ طبعا بعد كده بتسمي الملف بتاعك. احنا قلنا الاركايفنج هو عباره عن الكومبريشن، عباره عن ايه؟ هو عباره عن الملف المضغوط، سوري الملف الكومبريشن هو عباره عن الملف اللي هو معمول له اركايف بس بران عليه الجوريزم معين علشان يقلل المساحه بتاعته، صح؟ يبقى في الاساس لو احنا ملاحظين سي في اللي هو كان بيعمل لي كومبريس دوتار بس كده، تمام؟ ناقص لي بقى مين؟ الكومبريشن نفسه. بعد كده هعمل له كده دوت والاكستنشن بتاعي. لو انت بتستخدم الجانزايد هتستخدم اللي هو ايه؟ جي زد. لو انت بتستخدم البي زد اي بي 2 هتستخدم اللي هو ايه؟ بي زد 2. لو انت بتستخدم الاكس زد هيكون النهايه بتاعتك اكس زد. خلاص؟ وفي الاخر الفايلز بتاعتك. خلاص؟ ده معناه ان انا بقول للراجل بتاعي ان انا الكومبريس دوتار لحد هنا ده كده الاركايف فايل. ما بعد كده مين؟ الكومبريس اللي هو الراجل اللي هو اتعمل له كومبريشن بقى خلاص عندي. ايوه طبعا. بس هو الكومبريشن بيعمل ايه؟ بيعمل اركايف، هو خطوتين مع بعض. هو لوحده بيعمل اركايف بعد كده بيروح ابلاي الكومبريشن عليه لوحده. يعني بص لما اجي اقول له كده يا طارق انا عايز سي في، لحد دلوقتي هو فاهم كده ان هو اركايف. اما اجي اقول له كده زد كده فهم ان ايه؟ ان هي طريقه الاكس زد. خلاص بعد كده اف. هتسمي الفايل بتاعك ايه بقى؟ اقول له كده اللي هو الجانزايد. خلاص طبعا لحد هنا اقول له كده دكتور بعد كده دوت جي زد، والكلام ده هتنفذه من مين؟ من الراجل اللي اسمه الاي تي سي. خلاص حاجه اقول له كده انتر، الراجل هيعمل ايه؟ خلاص بيضغط الملف بتاعي خلص. لو جيت اقول له ال اس داش ال اتش بقى الملف موجود عندي ومساحته كام؟ 8.5. خلي بالكم مساحه الفايل الاساسي، مساحة الفايل الأساسي 34 ميجا، أنا حولته لك ل 8.5 ميجا، يعني تقريبا بالظبط 75%. يعني أنت لو ضربت ال 8.5 في 4 تمام هتلاقي يطلع لك كام؟ 34 ميجا بالظبط، تمام؟ يعني ضغط كام؟ يعني ضغطها بنسبة 75%. وفر لي 75% من المساحة وحجز لي 25% بس، تمام؟ طب لو جيت استخدمت نفس الكوماند كده بس ده قلت له لا والله أنا عايز أستخدم البي زد 2 بس لازم اقول له هنا ايه؟ الاوبشن بتاعي اللي هو الجي سمول. تمام كده يا شباب؟ بس الطريقه دي بتاخد وقت. بص انا اللي هي تاخد الى حد ما فعلا ابطا شويه، يعني الدنيا واضحه ان هي مش زي سرعه الكومبريشن العادي. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال اتش على ان الفايل بص بقى 7.2، يعني تقريبا قلل اكتر من يعني تقريبا حوالي 80%. تمام؟ لو جيت استخدمت الطريقة الثالثة بقى. حاجات فيها بتبقى البرميشن بيبقى ديمايند. هقول لك حالا هنلاقي. واستخدم هنا الجي كابيتال. ممكن بقى أقول له كده إيه؟ الكلام ده كله 2 جريتر زان. وأقول له ديف نال.
اي حاجه بالميشن دونات مش عايزها تيجي قدامي مش عايز اشوفها. انتر الاوت بوت بس الصح ولا يتنفس هوريها لك حالا. بصوا انتم ملاحظين ابطا شويه الري دايركشن، بصوا مؤخر شويه عن الطبيعي يعني. بص لسه لحد دلوقتي ما خلص يعني، لسه لحد دلوقتي ما الطبيعي قبل كده كان بيخلص بسرعه. ممكن من الكوماند الغي الاوبشن بتاع البي بحيث تشوف البروكس بالظبط كده. ممكن تمام لو جيت اقول له كده ده الاوبشن بتاعي يا شريف. طبعا لو جيت اقول له كده ال اس داش ال اتش هلاقي الملفات عندي والراجل الاخير ده بقى مساحته تقريبا 5 ميجا، يعني من 34 او 35 بقى 5 ميجا، يعني 7 اضعاف قلله تقريبا 7 اضعاف او 6 اضعاف، فقلل تقريبا لاكثر من 85%، حاجه قويه جدا. تمام كده يا شباب؟ ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاركايفنج والكومبريشن. في اي مشكله لحد دلوقتي؟ في اي مشكله؟ نيجي بقى ازاي لو انا عندي فايل كومبريست او اركايفد ازاي ان انا افك الضغط بتاعه. خلاص كده يا شباب، ازاي ان انا اعمل عمليه اكستراكت للراجل ده. بصوا يا شباب الاكستراكت بياخد الاوبشن اللي هو مكان اللي هو اسمه اكس، واكس ده بنحطه مكان السي. السي كان بيعمل ايه؟ كان بيكريت. عشان انا بقى المره دي مش هكريت، انا هعمل ايه؟ اكس تراك. يبقى هشيل اي اوبشن سي في الحاجات دي كلها واحط مكانه مين؟ السي سوري الاكس. يبقى هشيل اي اوبشن سي واحط مكانه مين؟ الاكس. طيب جميل جدا. لو انت عايز تفك الاركايفد فايل اللي هو دوت لو بالبيزل، طبعا بشيل الفايل دوت انا مش محتاجه، لو ده عشان كنت باخد الفايل ده احطه هنا تمام، واجي عند الراجل ده هو هي الاوبشن بس ده بدل السي هخليها بس اكس، وانا بكمبريس وانا باركايف كان يهمني جدا الفايل. ركزوا معايا، وانا بكمبريس وانا باركايف كنت يهمني جدا الفايل ده، لان الفايل ده انا باخده بحطه هنا صح، لكن وانا بفك الضغط انا باخد اللي جوه هنا بطلعه بره، فانا بطلعه بره انا مش محتاج احط دايركتلي الا اذا انا عايز اكستراكت في مكان معين، وهوريكم ازاي نكستراكت في مكان معين حالا دلوقتي. خلاص نفك الاول قبل ما افك الراجل دوت بالاوبشن بالشكل دوت. الاول ال اس داش ال اتش مفيش فايلات عندي، يعني الملف نفسه مش موجود، اللي موجود عندي بس الاربع ملفات اللي هم الاركايف دي بس صح كده. لما هعمل اكستراكت بالشكل ده بقى يا شباب، لما اعمل اكستراكت بالشكل ده معناه ان هو هيفك في نفس المكان اللي واقف فيه. فانا لو اجي اقول له كده انتر والراجل بيكستراكت في نفس المكان اللي انا واقف فيه، لو جيت اقول له ال اس داش ال اتش كده على يمين الاي تي سي ظهر عندي. خلاص كده يا شباب. طيب لو عايز اعمل اكستراكت بقى بس في مكان تاني، تعالى ناخد نعمل اكستراكت مثلا للراجل اللي هو الدكتور دوت، كان الاوبشن بتاعه كان تار داش سي في اف تمام، وبعد كده كان اسم الاركايف بالشكل ده صح؟ ده بس لو هكريت، لكن اقول له لا ده انا مش هكريت ده انا هكستراكت صح كده؟ والفايل ده تبع تعمل له اكستراكت فين؟ هقول له كده داش سي كابيتال. سي كابيتال عشان ادي لك دايركتري معين تكستراكت فيه، والمفروض مثلا ممكن اقول له كده تحت تيست. خلاص؟ بس خليني قبل ما انفذ الامر ده ال اس داش ال للراجل اسمه تيست. تيست ما جوهوش يعني مش ما فيش جواه حاجه اسمها اي تي سي. صح كده؟ ما هو اللي جوه الفايل ده الاي تي سي. هل يا ترى في هنا عندي اي تي سي؟ مفيش صح؟ يبقى نروح نعمل اكستراكت كده. في ديستنيشن مختلف. على فكره ممكن انفذ الامر بالشكل ده وممكن انفذ الامر بالشكل ده كمان. يعني ممكن اقول له كده داش سي مسافه ودايركتري او داش داش دايركتري ايكوال والمكان اللي انت هتكستراكت فيه، لان انت اصلا لو جيت كده دخلت على المان بتاع التار هتلاقي ان الاوبشن ده لو انت عايز تشينج الدايركتري بتاع مين؟ بتاع الاكستراكت، اما ان انت تقول له داش سي كابيتال بس او داش داش دايركتري ايكوال والدايركتري اللي انت هتكستراكت فيه براحتك اللي يريحك يعني تمام. واخره كده اهوت هنشوف بقى ايه الشكل دوت. يبقى قدامك ده اما انت تقول له كده. خلاص كده يا شباب. او بالشكل الثاني اللي احنا اللي هو داش سي كابيتال مسافه الاي تي سي. انفذ الراجل دوت بقى، ننفذ الاكستراكت.
خلاص الراجل ده خلص. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال اتش للاي تي سي الاقي زاد جواها مين؟ الدايركتري اللي عندي لو اسمه اي تي سي. لا السايز بتاع الدايركتري بس كستاند الون فايل كستاند الون دايركتري. لكن الاي تي سي لو جيت اقول له كده تحت تيست جوه اي تي سي هلاقي في فايلات كتير جدا كل فايل له مساحه معينه. ما احنا قلنا كل حاجه سيبريتد everything is a file لوحده. فالدايركتري هنا هو انا متشاف هنا الدايركتري لوحده كدايركتري ده مساحته. واللي جواه يبقى دي يو داش اس اتش اللي هو كل اللي جواه للدايركتري نفسه. تقول له كده تحت تيست الراجل اسمه اي تي سي. في الحاله دي يجيب لك الدايركتري باللي جواه. تمام كده يا شباب؟ طيب جميل جدا. ده لو انا عايز اعمل اكستراكت يا شباب في مكان تاني يبقى اما ان انت تستخدم داش داش دايركتري او داش مين داش سي براحتك اللي يريحك. بس لو استخدمت بالداش سي كابيتال كده بسبيس خلاص. بس تعالى نغير بقى بدل ما هو هنا نخليه تحت الروت بس. لو جيت اقول له اس داش ال للروت هلاقي من ضمن الدايركتريز اللي هنا مين؟ الاي تي سي. خلاص كده يا شباب؟ حد عنده اي مشكله في الاكستراكت او الكومبريشن او الاركايفنج؟ جميل جدا. نيجي بقى اخر جزئيه خالص ازاي ان انا الملفات دي اعملها ترانسفير ما بينها وما بين السيستم يعني بين السيستمز وبعضها. يعني دلوقتي انا عندي سيستم انا عندي جهازين اهوت بالشكل دوت تمام. في فايل هنا عايز انقله واوديه على الماشينه ديت او العكس. ان انا اطول ملفات من على نفس السيستم من دايركتري لدايركتري الدنيا زي الفل عندي. الامر اللي اسمه سي بي او الامر اللي اسمه ام في لو هموف مثلا يعني او اعمل كات صح. لكن لو انت هتنقل ما يعني حاجه من سيستم لسيستم تاني يبقى انت محتاج صندوق محتاج ايه؟ محتاج نتورك صح كده؟ صح ولا ايه؟ طيب ايه اللي انا محتاجه في النتورك؟ محتاج الاي بي بتاع الجهاز اللي انا هروح له. يبقى لازم الجهازين يكون لهم اي بي هات، لازم كل جهاز يكون معاه اي بي. خلاص؟ انا هنقل ملف من جهاز لجهاز تاني، يعني انا هدخل جوه الجهاز التاني واعمل بيست لملف. صح؟ طب علشان تدخل جوه الجهاز ينفع تدخل كده عادي ولا لازم يكون معاك يوزر نيم وباسورد؟ يبقى لازم يكون معاك يوزر وباسورد. لان الفايل ده هيطلع من جهازك يدخل جوه الجهاز هنا وهو بيدخل هنا لازم يدخل بصلاحيات يوزر معين. والسيستم عندنا لسه ما بيسمحش لاي حد ان يكونكت عليه الا لما يكون في يوزر نيم وباسورد صح. طب الحاجه الثالثه سوري الحاجه الرابعه والاخيره احنا قلنا هاخد الملف من هنا هحطه هنا. بالظبط كده. الديستنيشن اللي انا هعمل بيست فيه هناك عند السيرفر هما دول اربع حاجات اساسيه مش هينفع عمليه الترانسفير ما بين جهاز وجهاز تتم الا لما يكون الاربعه دول موجودين. خلاص كده يا شباب؟ طيب هيتم ازاي بقى؟ اصبح دلوقتي عندي ده الجهاز الثاني تمام؟ وده الجهاز الاول اللي عليه الملف. ازاي بيتم النقل بقى؟ بص يا سيدي بيتم عن طريق امرين، اما امر اسم مش احنا عندنا الامر اللي اسمه سي بي صح؟ في عند امر اسمه اس سي بي. في عند امر اسمه اس سي بي، اس سي بي اللي هو سكيور كوبي، طبعا انت بتكوبي ما بين سيستم وسيستم فلازم الكوبي ده يكون سكيور. وبعد البريك هنشرح السكيورتي بتتم ازاي؟ كان في مليون خاص بالاس اس اتش. هقول له كده اس سي بي او كوماند اسمه ار سينك. يبقى يا اما اس سي بي يا اما ايه؟ يا اما ار سينك. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاس سي بي بينقل الملف من غير ما يعمل عمليه سنكرونايزيشن. فلو حصل قطع في النتورك في اثناء النقل وانت تقلب ملف مثلا 1 جيجا ونقلت 500 ميجا 800 ميجا وحصل قطع في النص لازم تعيد من الاول. الار سينك ابطا سنه بسيطه بس افضل. ليه؟ لان هو بيعمل سنكرونايزيشن اللي هي الداتا اللي بتتبعت في لحظتها بيعمل سينك، الداتا اللي بتتبعت بيعمل سينك بحيث لو حصل قطع في النتورك لما تيجي يعني تربيت العمليه دي او تعيدها تاني بياخد ثانيه تقريبا او اقل من ثانيه ان هو بس بيعمل سنكرونايزيشن. السنكرونايزيشن شوف انت الداتا اللي عندك كام؟ 800 ميجا. الداتا الاصليه كام؟ 1 جيجا. ما انت عايز 200 خد ال 200 دول. فاهم كده يا شباب؟ ده الفرق بين الاثنين.
طيب بقول له كده وبعد كده ارسنك او اس اس دي وبعدين الفايل بتاعي خلاص. وبعد كده الاربع بيانات دولت شوف بقى هقسمهم ازاي. اول حاجه بحدد اسم اليوزر، بقول له كده انا عايز انقل الفايل ده باليوزر اللي اسمه كذا، يبقى اليوزر ده رقم واحد. بعد كده ات الاي بي، بعد كده رقم اثنين خلاص. بعد كده كولون المسار بتاعي اللي انا عايز ابست فيه عند السيرفر، يبقى دي كده ثلاثة خلاص. اول ما هدوس انتر هيسالني عن الباسورد، يعني اول ما ادوس له انتر اقول له خلاص يا باشا هي دي العمليه عايزه تاني، عايز انقل الملف ده باليوزر اللي اسمه كذا اللي موجود على السيرفر ده وحطوه لي في الديستنيشن دوت. يقول لك طب استنى بقى دخل لي الباسورد بتاع اليوزر ده عشان اتاكد ان انت فعلا معاك الصلاحيات او معاك الاثوريتي ان انت تعمل العمليه دي تاني خلاص. طيب جميل جدا. بص يا شباب عشان العمليه دي تتم وتبقى ميك سنس بالنسبه لنا، انا مشغل اتنين سيستم زي ما انتم شايفين كده. لا بتاع اللي بيستقبل، لان انت بص الملف هيطلع من هنا يدخل هنا، يعني انت بتبعت الديستنيشن بالظبط، فما تكتبش غير الديستنيشن لان هو انت عاملها من سيستم بالظبط كده. فلازم كل الحاجات دي يا خالد على الديستنيشن كلها، الاي بي واليوزر والباسورد وكل حاجه. طيب بصوا كده، فانا عندي دلوقتي السيستم الاساسي بتاعي ده يا شباب اللي هو الاي بي بتاعه 110، ملناش دعوه ده اللي عليه الملفات بتاعتي، ده اللي انا هاخد اي ملف من الملفات دي وانقله. لو جيت كده في سيستم بقى تاني موجود عندي اهوت خلاص، لو انا جيت على السيستم ده هلاقي ان الاي بي بتاعه كام؟ الاي بي بتاعه 200، يبقى اقول له كده اي في كونفج الاي بي بتاع الراجل ده طلع كام؟ طلع 200. تمام جميل جدا. عايز اتاكد ان الماشينتين شايفين بعض، يعني عايز اتاكد ان الماشينه دي شايفه الماشينه دي، هقول له كده بنج، ابنج على الماشينه ديت عشان اتاكد ان الدنيا بتاعتي شغاله. هقول له يا بنج روح لي على الاي بي اللي هو 192.168.124.200 خلاص عشان اتاكد، واجي اقول له انتر كده، لقيت الراجل ايه بيرد عليا وزي الفل، يبقى معنى كده ان الماشينه دي شغاله خلاص. طيب جميل جدا. بص بقى كده، انا في عندي حاجه هنا على الديسكتوب، يعني الملف مش موجود اللي هو الاركايف، الاركايف نيم اللي هو عندي مش موجود، عايز انقل الملف اللي موجود عند الماشينه الثانيه عند للماشينه دي بس على الديسكتوب خلاص. فاروح عند الماشينه اللي هناك دي كده واقول له والله يا ارسينج او اس سي بي ايا كان، عايز اخد الملف اللي اسمه كومبريس نيم دوت تار دوت بي زد 2 او اي فايل، اي فايل يريحك مش هتفرق تمام. عايز اوديهم على الراجل، يعني بصلاحيات الراجل اللي اسمه روت، وروت ده موجود على المكنه اللي هي 192.168.124.200، وعايز ابست الكلام ده كولون تحت الدايركتور اللي اسمه روت، هلاقي في دايركتور تحت الروت اسمه ديسك توب، حطه لي على الديسك توب بتاع الروت اللي هو فول باس. لو جينا صغرنا كده عشان يبقى باين اكتر، يبقى هنا ادي ارسنج حددت له الفايل عندي، حددت له اليوزر عند ماشينه معينه، وحددت له الديستنيشن عند نفس الماشينه برضو اللي هي الاي بي بتاعها ديت. هو بتاع روت هناك مش عندي انا. لما اجي اقول له انتر كده هيقول لي طيب والله استنى، اصل عشان الاثنتيكيشن يتم ما بين الاثنين دولت لازم توافق ان العمليه ديت تتم عشان سكيورتي، يقول لك انت موافق، وهنشرحها العمليه ديت الموافقه ديت بتاعت ايه. خلاص هقول له اه موافق تمام. قال لي طيب ما فيش مشكله يا باشا، خلاص انا السيستم اللي هناك انا ضفته عندي خلاص، فبقى نوند بالنسبه لي، بقى ليست في الحاجه اسمها النون هوستس، ناقص لك بس تديني مين؟ تديني الباسورد بتاعت الروت اللي على الماشينه دي خلاص. هقول له الباسورد اللي هناك انتر، هو كده بين خلاص النقل تم تمام. لو جيت اروح كده عند الماشينه اللي هناك غير ما حتى ما افتحها، الفايل لو انتم ملاحظين بقى موجود اهو خلاص كده يا شباب. طبعا ممكن في حاجه جميله جدا، ممكن استخدم نفس الامر اهوت، بس اقول له كده ياخد لي الفايل اللي اسمه archived name. في اوبشن جميل جدا جدا يا شباب اسمه داش داش بروجريس،
داش داش بروجرس عشان اشوف السرعه قد ايه في النتورك، يعني بينقل بسرعه قد ايه، الترانسفير بتاعي بسرعه قد ايه. اقول له انتر طبعا طالب الباسورد بتاعه الروت، هدخل له الباسورد تاني. مفيش فيربوز هنا، هي بيظهر بقى اللي هو يعني زي فيربوز. زي فيربوز كده. بس بيجيب لي بنظام اللي هو ايه، بنظام اللي هو بيقول لي هنا بقى سرعه النتورك بتاعتك كانت تقريبا 15 ميجا وخلاص الراجل ده تم واتنقل تقريبا في ثانيه. لو انتم ملاحظين كان جايب لي اللي هو البروجرس قدام. خلاص احنا ممكن نضغط ملف بقى تاني، يعني مثلا ممكن نقول له كده اطار داش سي في اف، هنسميه اركايف ني اركايف، بس اركايف 2، ونحط فيه الاي تي سي، ونحط فيه البوت، ونحط فيه الروت، نحط فيه الحاجات دي كلها. هيكون ملف كبير شويه. كفايه قوي كده، كفايه يا سيدي. تمام زي الفل. لو جيت اقول له كده ال اس داش ال اتش للراجل اللي اسمه اركايف 2، هلاقي ان مساحته كام؟ 272 ميجا، مساحه كبيره شويه. خلاص اروح اتاكد ان هو مش موجود هناك الاول، اللي موجود هناك الاركايف 2 بس والبي زد اللي هم الاثنين بس اللي اتنقلوا. نيجي ننقل دوت نفس الكوماند هو هو، بس هزود هنا بس اللي هو ايه؟ اسمه اللي هو اركايف 2. خلاص عشان هو اسمه اركايف 2، اقول له كده انتر، اديله الباسورد. هنا بقى ليه زي نظام ده البروجرس اللي انا قصدي عليه، اللي هو بيقول لي انت وصلت قد ايه في الميه وشغال مع نفسك. ده اللي هو الار سينك. تمام، هي لو استخدمت الاس سي بي البروتوكول بتاع النقل ده اللي هو الاس سي بي. لا، البروتوكول بتاع النقل اللي هو الاس اس اتش. وهنتكلم بقى بعد البريك عن الاس اس اتش ان ديتيل. خلاص الراجل بقى زي ما انتم شايفين كده خلص يا شباب وقال لي متواصل بسرعه. الاس اس اتش العام هو السكيور تيلنت. اللي هو السكيور تيلنت. بس ده في اوبشن زياده ان في ممكن تنقل، يعني بالظبط كده اللي هو اوبشن ان انا انقل يوزنج البروتوكول ده. عشان السكيورتي يديني مفتاح تشفير للحاجه بالظبط كده. وده فعلا هنشرحه بقى بعد البريك، هنفهم اصلا يعني ايه انكريبشن ويعني ايه الميكانيزم اللي بيستخدم واصلا الانكريبشن بيتم ازاي. حاجات يعني ان شاء الله بنسبه كبيره في جزء منكم مثلا هتبقى معلومات اول مره يسمعها يعني. خلاص كده يا شباب، ده كده بالنسبه للاركايفنج، بالنسبه للكومبريشن، بالنسبه ان انا ازاي اعمل اكستراكت، بالنسبه لازاي ان انا اترانسفير الفايلز ما بين السيستمز وبعضها. حد عنده اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ بدءا من السيشن دي انا محتاج كل واحد بقى في البيت يكون عنده ماشينتين، كل واحد يكون في البيت عنده ماشينتين والاثنين النتورك بتاعتهم متظبطين عشان الاثنين يكلموا بعض. احنا بدانا اول حاجه اللي هي جاهزين يكلموا بعض، ان بنقل ملفات من جهاز لجهاز ثاني. بعد السيشن مباشره هناخد ازاي نخلي جهاز يكلم جهاز تاني، بس ازاي ان انا الوج بقى اللي هو اللوجن ريموتلي، ازاي ان انا اعمل ريموت ديسكتوب. خلاص هنستوب ونرجع ان شاء الله بعد السيشن.